يا ترى؟ بسم الله. حاسه بايه؟ خفيف ولا فضول؟ خفيف بمعنى ايه؟ فضول. طب انت حاسه ان السؤال ده خفيف ولا تقيل؟ ما انا عندي فضول اعرف، بس حاسه ان هو هيبقى تقيل، او يعني مش هيبقى خفيف قوي. لا ليه تقيل؟ مش عارف، حاسه بكده. انت اصلا شخصيه فضوليه، بتحبي تكتشفي الحاجات ولا؟ فضولية وبحب أجرب الحاجات وبحب أي حاجة جديدة بحب أعملها، بحب أجرب أوي. إيه ده؟ الأزمة. الأزمة؟ الأزمة. الأزمة، أزمة منتصف. دي الأزمة. سؤال الأزمة بيقولك رنا رئيس قالت إن هي رفضت أزمة منتصف العمر 3 مرات، وأنت أقنعتيها عشان تعمل الدور ده، إزاي أقنعتيها؟ ده واحد. وأنت نفسك كرهان ما خفتيش؟ بصي هقولك، أنا طبعا خفت، لان هو الدور اكيد مش تقليدي، واكيد هجمتي عليه جامد، اكيد الموضوع مش تقليدي ومش مريح لكل حد ولا ليا كمان، لكن هو موجود والدنيا فيها حاجات اصعب من كده بكتير. احنا الناس مش متعوده ان هي تواجه مشاكلها، متعوده ان هي تستخبى، لكن احنا مش مطلعين شخصيات كويسه او مثاليه، طلعناهم بني ادمين غلطوا غلط كبير قوي ما لهوش رجعه، فدفعوا الثمن حياتهم كلهم. فبالتالي انا مقتنعه تماما باللي انا عملته. دور فيروز ده من احب الادوار لقلبي، بحبه جدا جدا جدا. بس اتقال عليكم كلام مش لطيف يا ريان. مش مشكله. اتقال ان انتوا بتروجوا للعلاقات المحرمه. بنروج ليه واحنا بنقول؟ واتقال ان انتوا مدفوعين الاجر عشان تنشروا ده في مصر، ويعني اتقال حاجات كتير قوي. انت عارفه هنبقى بنروج او ما بنروجش دي لو ايه؟ لو هو احنا مطلعينهم مثلا اتجوزوا في الاخر وعاشوا حياه سعيده وخلفوا صبيان وبنات، لكن دول حياتهم مش لازم. بس الدور نفسه ممكن نقول ان احنا بنفتح او بننقش مواضيع. لا احنا، انت لو قلبتي كده على الانستجرام كل 5 ثواني هتلاقي قصه عمرك ما تتخيليها. بس هل يعقل ان بصي هو المسلسل حلو وانا اتفرجت عليه كله وحبيته كويس، بس انا بتكلم ان ام مربيه بنتها تحب جوز بنتها، يعني ازاي؟ حاجه بشعه وانا مش متقبلاها خالص، لكن هي موجوده. هي حاجه بشعه موجوده، وانا بالنسبه لي طبعا. قريتي حد او شفتي او عشتي مع حد كده او حد قال لك قصه زي كده؟ قريت بالهبل، مش قريت عادي يعني، قريت كتير على سايتس كتيره، وشفت على مش بس قرايه، شفت كمان على انستجرام الناس بتبقى بتتحاكم بسبب حاجات اغرب من خيالنا بكتير. للاسف الدنيا فيها حاجات وحشه كتير. مش معنى ان احنا بس الدراما بتعيش مع الناس يا ريان. ما بتعيش، ما احنا طلعناهم دفعوا ثمن حياتهم، وده كان تقريبا المورال بتاع الموضوع، يعني مش كل غلطه ينفع يتقال عليها سوري، يعني في غلطات بتكلفك حياتك، بتكلفك كل دنيتك. فلا انا مقتنعه تماما بالمسلسل. بالنسبه لرنا، انا شفت موضوع عائلي وبحب رنا جدا جدا، وكتكوته ولذيذه قوي وشاطره، فانا كنت لما كان في اسامي مقترحه يعني انا كنت حاسه ان رنا اكتر حد فيهم هقدر يعني تبقى بنتك، ابقى حاسه فعلا حاسيس تجاهها بنتي. ما من ده عشان السن والحاجات دي، رن صغنطوطه يعني. اصلا فعادي، لكن يعني انا ما عنديش الحكايه دي قوي يعني. انا عندي ما عنديش مانع اعمل ام لحد اكبر مني، يعني لو هعمل ميك اب وهتصدق يهمني ان انا اتصدق، مش مهم الحاجات دي خالص، لا تعني لي اي شيء. فانا كنت مستخسره الدور لان دور حلو جدا، كنت حاساه ممكن يبقى خطوه كويسه في كارير رنا. فرنا كمان بنت زينب حسن حبيبه قلبي وعشره عمري، فبالتالي كلمت زينب واقنعتها. هي رنا اعتذرت لاسباب مختلفه كذا مره، بس في الاخر انا كنت مستحرمه ان حد غيرها يعمل الدور، لان هي كانت من وجهه نظري المتواضعه الانسب يعني.